بقى معاكم دلوقتي لاخبار النادي الاهلي وفريق الكوره اللي هيختتم تدريباته النهارده بمواجهه انبي طبعا بكره ان شاء الله الساعه 7 في منافسات دور ال 16 لكاس مصر على استاد اسكندريه. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده موسيماني اليومين اللي فاتوا دول اشتغل اكيد على تصحيح الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه خلال مباراه السوبر المصري وخسرها النادي الاهلي لصالح طلائع الجيش بضربات الترجيح. في شكوك حوالين احتماليه غياب حسين الشحات عن مباراه انبي بعد ما غاب عن تدريبات الفريق المسائية امبارح هو وطاهر محمد طاهر وعلي معلول وده بسبب الإجهاد العضلي، ولكن موقف اللعيبة هيتحدد بشكل واضح جدا في تدريبات النهاردة. بيتسو موسيماني المدير الفني هيعمل محاضرة فنية مع اللعيبة النهاردة مساء في المعسكر عشان يشرح نقط القوة ونقط الضعف في فريق انبي وعشان يتعرفوا برضو على الصفقات الجديدة اللي أتمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، كمان إلى جانب بقى برضو مشاهدة تسجيلات للفريق لبعض مبارياته في الدوري عشان يحددوا مع بعض نقط الضعف والنقط كمان اللي هيتم اللعب عليها بجانب طبعا تجهيز الخطة اللازمة عشان يحققوا الفوز. لسه مكملين جوه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني استقر ان هو يعمل شويه تغييرات في تشكيل الفريق ضد انبي في كاس مصر وهيشهد التشكيل المتوقع. استعاده عدد كبير من العناصر اللي غابت بالاضافه طبعا لوجود بعض من الصفقات الجديده اللي ابرمها النادي الاهلي الصيف الجاري. وكمان بدا موسيماني ان هو يفكر وبشكل جاد ان هو يلعب او يستفيد بخدمات لويس ميكيسوني في تشكيل الاساسي بدل من طاهر محمد طاهر جناح الفريق، وده بعد مشارك ميكيسوني بديل طبعا خلال مواجهه طلائع الجيش، لكن اداء الفريق ما ساعدوش ان هو يظهر وبشكل مميز. كمان رجوع المغربي بدر بنون مدافع الفريق للتشكيل الاساسي على حساب ياسر ابراهيم، كمان برضو بيفكر المدير الفني ان هو يدي الفرصه لحسام حسن مهاجم الفريق الجديد على حساب محمد شريف بعد غيابه عن التوفيق في المباراه الاخيره، وكمان بدا ان هو يبان عليه الاجهاد والارهاق. احمد عبد القادر كمان اللي رجع لصفوف الفريق في احتماليه ان هو يلعب بيه على حساب محمد مجدي قفشه عشان يديله برضو راحه في حالة الإرهاق اللي بيعاني منها دلوقتي أفشة. أما بقى بالنسبة لحسين الشحات في الجهاز الفني لسه مستني إن هو يتم تحديد موقفه النهاردة سواء هو هيشارك أو هيتم استبعاده ويكون عمار حمدي بديله خلال اللقاء اللي جاي.